سنسمي هذا المنتخب بمنتخب المعجزات، البلد المنظم كوت ديفوار في هذه الدورة هو الذي كان قاب قوسين أدنى من الخروج من الدور الأول بثلاث نقاط يتأهل وبناقص ثلاث أهداف، بعدين يفوز على منتخب السنغال أحد المرشحين بقوة للتتويج بهذا الكان، ويزيح أيضا منتخب مالي في الدور الربع النهائي، وكيف ذلك بطريقة أيضا عجيبة بعشرة لاعبين في الدقيقة 43، ومنتخب مالي الذي ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 17. ماذا تقول عن هذا المنتخب؟ أقول بأن يبدو أنه أن البطولة تتجه للبقاء في كوت ديفوار، لأن هذا المنتخب الذي عاد من بعيد وإذا ما أحرز اللقب عليه أن يتوجه إلى موزمبيق لتحية هذا المنتخب الذي عاد الروح والحياة لعدد كبير من المنتخبات. عندما نذكر بأن نتيجة تعادل لموزمبيق في الدقيقة الأخيرة أمام غانا يعني استفادت منها سبعة منتخبات، من بينها المنتخب موريتاني الذي كان خارج المنافسة وعادت له الروح، ومن بينها أكبر مستفيد هو المنتخب الإيفواري اللي كان تعرض لأشتى أنواع الشتم من جماهيره، وكانوا يعتقدون بأنه ودع بعد الخسارة المذلة أمام غينيا الاستوائية، يجد نفسه رابع أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث ويتأهل بطريقة إعجازية. وعندما عاد ونقول بأن المنتخبات التي تعود إلى الحياة تعبير مجازي طبعا سوف تذهب بعيدا، ويبدو أن منتخب كوت ديفوار أصبح في هذه الوضعية مرشح قوي جدا للتتويج باللقب، برغم أنه سيصطدم أيضا بمنتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب متطور، منتخب أظهر أشياء رائعة جدا وكان يستحق الفوز أمام المنتخب المغربي، قلتها سابقا وأعيدها الآن، عندما تعادل معه وأضاع ركلة الجزاء، وشاهدنا كيف يسجل الأهداف بطرق فنية جميلة. منتخب الكونغو الديمقراطية أيضا منتخب بإمكانه أن يصل إلى النهائي ويسعى إلى الفوز الثالث في تاريخه بكأس أمم إفريقيا تمام مثل ما هو مطمح المنتخب الإيفواري. بطبيعة الحال عامل الأرض والجمهور إلى جانب كوت ديفوار، والحظ والمعنويات تصب في مصلحة كوت ديفوار، ولكن تبقى مباراة مفخخة أمام الكونغو الديمقراطية. عمر، جميل مجيد.